سبت المحاضرة الدكتورة بدأ التسجيل. يا طلاب السلام عليكم. وعليكم السلام. قبل ما أبدأ المحاضرة هواي سألتوني على البلازما سيل والبي لمفوسايت، فاخترت هاي الصورة حتى شوية تكون واضحة قدامكم هم، يعني إن شاء الله راح أرسلها مثل المرحلة زميلكم حارث. درسنا إحنا سابقا أن البلاد ستيم سيل بروجينيتر أو الخلية الأم اللي قلنا موجودة تكون بالبون مارو فيها انقسامات، عندنا تنطينا مثلا انقسام مايلون ستيم سيل اللي يصب سب ديفيجن إلى الار بي سي والليتلس، يعطينا المايلوبلاست اللي دوره راح يعطينا جرانيوسايت، والديفرنشيشن مالتها هي الميزونوفيل والمنتروفيل والبيسوفيل. الانقسام الثاني عندنا ضمن الانقسامات هو الليمفويد ستيم سيل اللي تعطينا الليمفوبلاست، الليمفوبلاست راح تعطينا بي ليمفوسايت راح يصير فيها ديفرنشيشن الى بلازما سيل وبدورها تعطينا الانتي بوديز، وعندنا تي ليمفوسايت وناتشرال كيلر سيل. فحتى ما يصير عندكم اشتباه او هواي تسالون، فهي ايضا الاصل مالتها من الستيم سيل لمفويد ستيم سيل، طينا لمفوبلاست اللي راح يصير بي سب ديفيجن الى بي لمفوسايت تي لمفوسايت والناتشرال كيلر سيل. البي لمفوسايت الديفرنشيشن مالتها هي البلازما سيل اللي بتقدر تنطينا الانتي بودي، هي اذن الوايت بلاست سيل. اليوم راح نتكلم على الاميون سيستم، ناخذ عنه معلومات. Immunity it's the ability of the body to resist invasion by organism and toxin. وهي قابلية الدفاعية للجسم انه خط دفاعي للانفيجن من مختلف الاورجانيزم التوكسين، فهي قابلية او هاي الطريقة الدفاعية راح اسميها الاميونيتي، هي تقصد بها المناعة. The lymphatic system includes lymphocyte, lymph nodes, tonsils, spleen, thymus gland, lymph and lymphatic vessels. الاميونيتي تعرفون احنا يعني مر علينا سابقا دراستنا انه هي عندنا two types of immunity، عندنا innate immunity وعندنا acquired او يسموها adaptive immunity، عندنا المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة. راح ناخذ تفاصيلها ونعرف معلومات عن كل نوع منها. النوع الاول اللي هو innate immunity it is a general and non-specific process. المناعة الطبيعية موجودة بالجسم مالتنا بكل حال من الأحوال، يعني أي مايكرو أورجانيزم، أي بكتيريا، أي توكسين، أي فورم ماتيريال تدخل بدي مالتنا، المناعة الطبيعية راح تتحفز مباشرة بتخلصني من هذا الشيء الغريب دخل البدي مالتنا، فهي ذلك أقول عليها general and non-specific. الأكوايرد أميونيتي لا، يدخل عندنا المايكرو أورجانيزم البدي عن طريق السيجنالز أو الكيميكال الإشارات اللي راح تجيني، راح تكون عندي نوع انواع الانتي بودي خاصه لهاي النوع من البكتيريا اللي دخلت، او خاصه بهذا النوع المايكرو اورجانيزم، او خاصه بخط الدفاع اللي يحمي الجسم من هذا النوع اللي دخل. فهي الاكواز تكون سبيسيفيك، هنا المناعه الطبيعيه جنرال ام سبيسيفيك. اي شيء غريب يدخل بودي مالتنا هي راح تتحفز، هي اوريدي بريزنت هو موجوده. اي شيء غريب، اي كائن، اي مايكرو اورجانيزم، اي توكسيك ماتيريال تدخل بودي مالتنا هو راح تدافع عنه. فرقها عن المناعة الأكوايرد أميونيتي إنه المناعة المكتسبة أو الصناعية إنه هي ذاك النوع من المناعة إنه لا يتحفز النوع خاص من البكتيريا يدافع عن الجسم مالتنا، نوع خاص من المايكرو أورجانيزم عن طريق الاستيميليشن اللي تصير بالأميون سيستم. فإذا الأميون أميونيتي عبارة عن جنرال أند سبيسيفيك، هي مخصصة لكل الأنواع مو نوع معين من المايكرو أورجانيزم أو البكتيريا اللي تدخل البدي مالتنا. المناعة اللي توفر لي إياها الخطوط الدفاعية مالتنا عن طريق مثلا عندنا الفاجوسايتوسيس of bacteria and other invader by white blood cell and the tissue macrophage system. هاي واحدة من الخطوط الدفاعية بالنسبة للانيت اميونيتي. الفاجوسايتوسيس فهمناها وعرفنا اخذ تفاصيلها وشان يصير عملية الالتهام. الخط الثاني او الطريقة الثانية بالنسبة للانيت اميونيتي هي destruction of swallowed organism by the acid secretion of the stomach and the digestive system. فراسات المعدة وجهاز الهضمي mostly خاصة بالنسبة للستومك هي تكون acidic. فإذا فرضا أنا أكلت في شغلة مثلا بالفود أو هاي تكون بها مثلا بها في البكتيريا أو مادة ملوثة عن طريق الأسيديتي أوف ذا ستومك راح تخلصنا من هاي السبستنس أو هاي المادة دخلت في البودي مالتنا عن طريق الدايجستيف سيستم. عندنا ريزيستنس أوف ذا سكين تو انفيجن باي أورجانيزم، طبعا السكين مالتنا بيه في ثيكنس معينة
ممكن ايضا يكون عندنا كوسيله دفاعيه انه ما اي مايكرو اورجانيزم مو بسهوله يدخل البودي مالتنا. عندنا البلود فاكتورز ذات اتاك فورن اورجانيزم اند توكسين اند ديستروي ذم. البلود فاكتور يشمل عندنا هوايه عوامل او خطوط دفاعيه ضمنها اللايسوزومز، هو عباره عن مايكروتيك بوليسكرايد ذات اتاك بكتيريا اند كوز ذير ديستريوشن، يحللها البكتيريا خلصها من عندها. عندنا البيسك بوليبيبتايز which react with the inactive certain types of gram positive bacteria. عندنا الكومبلكس اللي راح ندرسه اليوم a system of about 20 protein that can be activated in various way to destroy bacteria. عندنا natural killer lymphocyte that can recognize and destroy foreign cell, tumor cell and even some infected cell. إذا راح أرجع نعيدها، الانت اميونيتي المناعه الطبيعيه هي موجوده بكل حال من احوال البودي مالتنا، وهي تكون جنرال اند سبيسيفيك. هاي كلش مهم ان اركز عليها انه هي غير مخصصه لنوع معين من البكتيريا او المايكرو اورجانيزم. تدافع عن البودي مالتنا بكل حال من الاحوال، ايش ما يدخل البودي مالتنا هي تدافع عنه، عن طريق يا اما يكون الفاجوسايتوسيس، عن طريق الدستركشن اوف سوليد اورجانيزم، عن طريق الريزيستنس بالنسبه للسكن. عندنا البلاد فاكتورز العوامل اللي تشمل لنا اللايسوزومز، البيسك بوليبيبتايدز، الكومبلكس وعندنا الناتشورال كيلر لمفوسايتس. هاي خطوط دفاعيه، هاي الطريقه اللي يشتغل بيها عندنا الانت سيستم او الانت اميونيتي. نجي نتعرف على الاكوايرد او يسموها الادابتيف اميونيتي. It is powerful specific immunity against individual invading agents such as lethal bacteria, virus, toxin, and even foreign tissue from other animals. يعني هنا تكون قوتها طبعاً أكبر من الانت اميونيتي، تكون مخصصة لنوع معين من البكتيريا، من التوكسين. قوتها أكبر مهما كانت سمية في المايكرو أورجانيزم. عن طريق الأكوايرد اميونيتي ممكن البودي مالتنا يتخلص من التوكسيك ماتيريال اللي دخلت للتشو أو الأورجان أو السيركوليشن أو الأني سايز. It is caused by a special immune system that forms antibody and or activated lymphocytes that attack and destroy the specific invading organism or toxin. شو معناتها اعتماد على تحفيز الاميون سيستم لتكوين الانتي بودي الاكتيفيشن لمفوسايت، راح ناخذها المحاضره القادمه ان شاء الله. حتى تدافع لي عن يعني ضد اورجانيزم معين او توكسيك ماتيريال. Acquired immunity is very powerful that can protect the body from certain toxin as parasitic botulinum and tetanizing toxin. يعني قوتها كلش كبيره، يعني اضعاف الانت اميونيتي. فمهما كانت السميه مع الاورجانيزم مثل التيتانوس عندنا التوكسين يخلصنا من عنده او بوتيلينيوم. إذا الأكوايرد أميونيتي تكون very powerful، تكون specific immunity، تكون مخصصة لنوع معين من البكتيريا حسب الشيء اللي يهاجم البدي مالتنا، الفيروس، توكسين، ليثال بكتيريا، أي فورم بكتيريا تدخل البدي مالتنا. التحفيز للأكوايرد أميونيتي الخطوط الدفاعية أو الأنتي بودي تتكون تكون خاصة لهذا النوع اللي يهاجم البدي مالتنا. تكون طبعا الباور كلش powerful والإمكانية مالتها أكثر من الأنتي أميونيتي. مهما كانت سمية المايكرو أورجانيزم يعني مثل التيتانوس توكسين فهو هي قادرة على أن تخلص البدي من عنده. This is the reason that the treatment process known as immunization is so important in protecting human being against disease and against toxin. طبعا الإميونيزيشن هي الفاكسينيشن، هي التلقيح أو التطعيم. يبين اهميته دور كلش كبير، يعني انه انا اذا اخذت فاكسينيشن او تطعيم او لقاح ضد اي نوع من انواع الامراض يعني ممكن تسوي لي بروتكشن يحمي لي البودي مالتنا فتره زمنيه ممكن اشهر او سنين حسب نوعيه اللقاح اللي اخذته، حسب نوعيه المرض اللي انا ارتاح من نفسي من عنده. لان عمليه الامنايزيشن او اللقاح او الفاكسينيشن كلش مهمه للبروتكشن للبودي. نجي على تايبس اوف اكوايرد اميونيتي، بها تو تايبس، هي عندنا الهيمورال اميونيتي وعندنا cell mediated immunity.
نتكلم على أول نوع اللي هو الهيمورال أميونيتي. The body develops circulating antibodies which are globulin molecule in the blood plasma that are capable of attacking the invading agent. It is also called B cell immunity because B lymphocytes produce the antibodies. Now, أول نوع من أنواع الacquired immunity يسموها الهيمورال أميونيتي. بعدها يكون عن طريق تكوين الأنتيبودي اللي يساعدني بيها تكوين هاي الأنتيبودي هو البي لمفوسايد. ممكن يسموها بي سيل أميونيتي. من تقرأ هذه الكلمة أو هذا المصطلح أعرف أقصد بها الهيمورال أميونيتي. يرابط لك إياها بالبي لمفوسايد لأن هي production of antibody راح يكون عن طريقها. فأني هذا المصطلح يا أما أسميه هيمورال أميونيتي هو الموست كومن أو بي سيل أميونيتي. لأنه البي لمفوسايد هي المسؤولة عن إفراز الأنتيبودي. نتكلم عن النوع الثاني cell mediated immunity through the formation of large numbers of activated T lymphocytes that are specifically crafted in the lymph node to destroy the foreign agent. It is also called T cell immunity because the activated lymphocytes are T lymphocytes. هنا أنا أيضا عن طريق الاكتيفيشن تكوين أنتيبودي عن طريق T lymphocytes فأنا أقدر أسميها cell mediated immunity أو أسميها T cell immunity. لأنه الاكتيفيشن مال هذا النوع من الاميونيتي عن طريق التي لمفوسايت. إذا ها ضروري احنا نفرق بيناتهم. بعد السلايد تايب اوف لمفوسايت عندنا تي لمفوسايت responsible for forming the activated lymphocyte that provide cell mediated immunity مثل ما شرحناها قبل شوية. وعندنا البي لمفوسايت is responsible for forming antibodies that provide humoral immunity. هاي النوعين تفضلوا تميزون شنو الأسماء مالتها وكل نوع من مسؤول عنها. إذا السيل ميديتي هو مسؤول عن تي لمفوسايت وإذا كان عندنا الهيمورال فهي مسؤولة عنها البي لمفوسايت. نعم هذا الهم الفيجر هذا الدايجرام تشوف إنه عن طريق الستيم سيل الاكتيفيشن مالته يأثر على الجنريشن مالته أو الاكتيفيشن على الثايموس جلاند راح تعطينا السيل ميديتي أميونيتي عن طريق تي لمفوسايت والليمف نود تأثيرها على الأنتيجين بس عندنا اكتيفيتد تي لمفوسايت. بينما الستيم سيل اذا تاثرت من على الفيتال ليفر والبون مارو راح تعطينا الهيمورال اميونيتي بي لمفوسايت اللي ديفرنشيشن قلنا يصير عندنا بلازما سيل وبدورها راح تعطينا الانتي بوديز. Both types of acquired immunity are initiated by antigen because acquired immunity doesn't develop until after invasion by a foreign organism or toxin. It's clear that the body must have some mechanism for recognizing this invasion. Each toxin or each type of organism almost always contain one or more specific chemical compounds in its makeup that are different from all other compounds. يعني هنا الفرق مالتها قلنا الانت اميونيتي موجودة بكل حال من الأحوال دائما هي موجودة بالبودي مالتنا وعندها خط دفاعي لأي نوع من الأورجانيزم اللي يدخل كل أنواع البكتيريا الفيروس هي تدافع عن الجسم بغض النظر عن نوع الديزيز أو البكتيريا اللي دخلت البودي مالتنا. هنا الأكوايرد اميونيتي تحتاج لأكتيفيشن يعني تحتاج تحفيز عن طريق الأنتيجين لأنه كل نوع من أنواع الأورجانيزم أو البكتيريا أو أي شيء عندنا بيه فد كيميكال أو مواد كيماوية تميزة عن النوع الثاني. ذلك الأكوارد أميونيتي من تكوين الأنتيبودي وتكوين الخطوط الدفاعية تعتمد على هاي السيجنال أو على هاي المواد الكيميائية على الكيميكال كومباوند الموجودة بهذا التايب من البكتيريا أو غيره حتى تكون خط دفاعي وتتحفز وتدافع عن البودي مالتنا. هذا السلايد أيضا مهم من درس نركز عليه. إن الأكشن أوف أنتيبوديز الميكانيزم مالتها أنتيبوديز أكت مينلي إن تو ويز to protect the body against the invading agent. الانتيبودي من تشتغل عندها خطين يا اما تشتغل مباشره تهاجم الانفيدر المايكرو اورجانزم اللي دخل البودي مالتنا ولو خط دفاعي تقريبا ضعيف بس الخط الثاني هو الاكتيفيشن للكومبلكس سيستم راح يكون الاكتيفيتي مالته يكون اقوى. اذا الاكشن اوف انتيبوديز يا اما يكون باي دايركت اتاك اون ذا انفيدر روح على المكان اللي صار بيه invasion by microorganism تهاجمه مباشرة أو الخط الثاني الدفاع مالته by activation of the complement system that then has multiple means of its own for destroying the invader. راح تعرف على complement system اللي راح تحفز عن طريق الانتيبودي والخط الدفاعي مالته. Then ناخذ direct action of antibodies on invading agent.
Positive. Bivalent nature of the antibodies and the multiple antigen sites on most invading agents, the antibodies can inactivate the invading agent in one of the several ways as follows. يعني هذه الطريقة المباشرة للهجوم الانتيبودي على الانفيدنج ايجنت سواء كان بكتيريا او غيره. طريقة الخطوط الدفاعية الآتية، يعني أول شيء agglutination in which multiple large particles with antigen on their surface such as bacteria or red cell are bound together into a clump. ما هي antigen antibody reaction؟ إنه يتحد مع نوع من أنواع الانتيجين اللي هاجمه ويصير نوع مثل الرياكشن بيناته. فأول نوع هو يسموه agglutination، هو اتحاد الانتيجين مع الانتيبودي نتيجة طبعا من المادة اللي تهاجم البودي مالتنا. راح تسويها ريكوجنيشن تميزها فيسوي لنا الاجلوتينيشن. الخط الدفاعي الثاني او الرسيه الدفاعيه الثانيه هي بريسبشن او بريسبيتيشن عفوا، ان ويش ذا مولكيول كومبلكس اوف سيربل انتيجين سوتش از تيتانوس توكسين اند انتيبودي بيكم سو لارج ذات اتس رندرد انسيربل اند بريسبيتيت. يعني هنا الانتيبودي اذا كانت الماده المهاجمه انتيجين حجمها كبير فراح يلتصق معاها ويحولها إلى مادة غير مذابة ويترسب. عندنا neutralization in which the antibody cover the toxic site of the antigen agent, antigenic agent. هنا يعادل التلسومية مالتها، يعادل ال يعني neutralization، يحاول يعادلها بحيث يقلل الإفكت مال المادة المهاجمة مالتها. هذا من الخطوط الدفاعية الخط direct action of the antibody. عندنا lysis in which some potent antibodies are occasionally capable of directly attacking membranes of cellular agent and thereby cause rupture of the agent. نسوي له عملية التحلل طبعا احنا قلنا ويسوي له تطبيق انزيمات التحلل يخلصنا من الممبرين طبعا اتاك الممبرين ويسوي له rupturing ولايسيس للكونتنت. نرجع نعيد الخطوط الدفاعية direct action of the antibodies. احنا قلنا الميكانيزم اوف اكشن اوف انتيبوديز الطريقه اللي يشتغل بيها يا اما مباشره يهاجم لي المايكرو اورجانيزم، او الخط الثاني هو راح يفعل الكومبلكس سيستم يزيد قابليه الاميون سيستم مالته الخطوط الدفاعيه حتى يحطم او يسوي ديستروينج للمايكرو اورجانيزم او الانفيدر اللي دخل البادي مالتنا. راح نتكلم على اول نوع او الدايركت اتاك، فأنا يكون اتحاد عن طريق الانتيجين انتيبودي. أول طريقة للدايركت اتاك بالنسبة للانتيبودي هو عن طريق الاجلوتينيشن أو يكون عن طريق البريسبتيشن هو ترسيب المادة اللي دخلت البودي مالتنا، عن طريق النيترلايزيشن، عن طريق اللايسز. كل هاي خطوط دفاعية عن طريق الدايركت اتاك بين انتيجين اند انتيبودي. نعم هذا الفيجر أو هذا الرسم اللي تشوفونه الشكل مال الانتيبودي تقريبا هو واي شيب. عندنا هنا هذه المنطقة مشتكم عليها هو انتيجين بايندينج سايت، هنا بداية الرياكشن يصير عندنا هاي منطقتين، والانتي بي البودي بودي بي فاريبل بورشن وعندنا كونستانت بورشن بي جزئين، وعندنا بي لايت اند هيفي تشين، بي هيفي تشين تو هيفي تشين اند تو لايت تشين. هو واي شيب هاي المنطقة يسموها الانتيجين بايندينج سايت، هاي المنطقة تجي انها تصير الاتاشمنت، هاي المنطقة يسموها انتيجين بايندينج سايت، بي جزئين بي فاريبل بورشن وكونستانت بورشن، وعندنا تو هيفي تشين اند تو لايت تشين. هنا عندنا هاي بالاطراف هو اللايت تشين وعندنا تو هيفي تشين، هاي وحدة وهاي الثانية. These direct action of antibodies attacking the antigenic invader often are not strong enough to play a major role in protecting the body against the invader. Most of the protection comes through the amplifying effect of the complex system. مثل ما تكلمنا هو خط دفاعي هو لا بأس به، هو يدافع لي ويخلص من هاي الأورجانيزم أو بكتيريا تدخل البدي مالتنا، بس هو مو القوة الكافية اللي يخلصني مرات من التوكسيك سبستانس إذا تكون درجة سمية عالية في البكتيريا أو غيرها اللي دخلت البدي مالتنا. هذا الشيء راح يكون عن طريق الاكتيفيشن او الامبلاينج اكشن، يعني اضاعف تاثير الكومبلكس سيستم بالنسبه للانتيبودي. هنا نجي كومبلكس سيستم اوف انتيبودي اكشن.
هذا المصطلح complement is a collective term that describes a system of about 20 proteins, many of which are enzyme precursor. The principal actors in this system are 11 protein designed C1. معناه ان الكومبلكس سيستم هو يعني مصطلح مركب يشمل ان عندنا يعني مواد هوايه ممكن تدخل عندنا 20 تايب اوف بروتين يعني بالاصل هي انزيمات تساعدنا الاكتيفيشن بالنسبه للميون سيستم عن طريق الانتي بودي. هذه 20 بروتين نرقمها هي اول شيء ناخذ 11 بروتين من C1 الى حد C11 يعني C1 C2 هالشكل C3 لحد ما اوصل C11 بعدين عندنا C9 العفو هي كلها 11 C1 الى حد C9 بعدين عندنا B and D فمجموعة حتكون بالنسبة الخاصة للاميون سيستم هي 11 والبقية المواد راح نتعرف عليها نصيرها بالنسبة للاكتيفيشن الكومبلكس سيستم. اذا عندنا هو عبارة عن كولكتيف تيرمز تدخل بيه تقريبا about 20 بروتين اصلها هي انزيمات حتى تصير بيها عملية الاكتيفيشن. الاكترز اللي راح الشغل الرئيسي يكون او الفعال هي about 11 بروتين ديزاين مالته from C1 to C9 يعني C1 C2 لحد ما اصل C9 وعندنا الكومبلت عندنا B and D. All these are present normally among the plasma protein in the blood as well as among the protein that leak out of the capillaries into a tissue space. The enzyme precursor are normally inactive but they can be activated by, mainly by the so-called classic pathway. In هاي الانزيمات هي تكون موجودة بالبلاد بالبلازما بالكابيلاريز بنصير فيها ليكج للتشو سبيس وطبعا هي تكون اذا انا ما احتاجها فيها راح تكون بحاله الانكتف فورم تكون غير فعاله. باللحظه اللي صار دخل عندنا بها الفورم ماتيريال فورم بدي راح يصير فيها اكتيفيشن عن طريق سيستم يسموه كلاسيك باثوي. The classic pathway is initiated by the antigen-antibody reaction. When an antibody binds with the antigen, a specific reactive site on the constant portion of the antibody becomes uncovered or activated. And this in turn binds directly with the C1 molecule of the complement system, setting into a motion a cascade of sequential reaction. طبعا احنا classic pathway قلنا بدايتها هي تكون هاي الكومبلمنت تكون غير فعاله ان اكتف. باللحظه صار عندي انتيجين انتي بودي ريأكشن راح يصير بها اكتيفيشن راح يجي الشغل مالتها راح يصير لنا الاكتيفيشن الكومبلمنت سيستم ابتداء من C1 يسموها الكاسكيت يعني الريأكشن والنضوج مالتها اشوفكم اياها مخطط. Multiple end products are formed as shown to the right هسه راح اشوف الفيجر and several of these cause important effects that help to prevent damage to the body's tissue caused by the invading organism or toxin. طبعا الفكرة شفناها عندنا هذا المخطط هو الاكتيفيشن الكاسكيد باثوي او يسموه الكومبلكس سيستم. قلنا احنا ما يتفعل هذا السيستم الا اذا دخل عندي مايكرو اورجانيزم يصير عندنا انتيجين انتي بودي ريأكشن او كومبلكس. الكومبلكس سيستم قلنا عليها من C1 إلى حد C9 موجودة جهة اليسار هاي تشوفوها هنا من C1 بعد عندنا C2 C3 لحد ما نوصل C9 حصلت الرياكشن والاكتيفيشن أني هني هاي جهة اليمين يعني صار عندي اوكسيزيشن صار عندي كيموتاكسيس صار عندي لايسيس. فرضا صار عندنا انتيجين انتي بودي رياكشن طبعا هذا المخطط انتم ما مطالبين بالحفظ مالته بس فهم ما عرفتوا تحفظوه. Complex C1 هاي الشقطة الفوقة عبارة عن صار بمعناته صار بي activation إذا انتجين antibody complex أثر على complex 1 سواء هي activated complex 1 بالنسبة كل واحد من هذه complex يعني C1 C2 كل واحد بي 2 fragments يعني بي جزئين بي A و B يعني عندي C1 A وعندي C1 B كل وحدة الاكتيفيشن مالتها راح تفيدني بعملية رياكشن معينة أو خط دفاعي معين. هنتكلم على اول وحده عندنا كومبلمنت 1 عن طريق الانتيجين انتي بودي رياكشن صار بي اكتيفيشن. الكومبلمنت 1 الاكتيفيتد كومبلمنت 1 اثر على C2 and C4 وحول اياها للاكتيفيشن. هنا عندنا تعرفون C4 2 صار بي اكتيفيشن اضافه للفريجمنت C4A صار بي اكتيفيشن على الماست سيل وعلى البيزوفيل. اذا ناخذ هنا الاكتيفيشن C3
صار انكتيفيشن سي 3 الفرجمنت بي، ايش راح نعطي هذا السين فوق الثانيه ابزينايزيشن وهكذا. راح ناخذها على النقاط صار شويه تكون اوضح لكم. هو التاثير الكومبلكس سيستم عن طريق الاكتيفيشن انتيجين انتي بودي رياكشن، هو الابزينايزيشن اند فاجوسايتوسيس. One of the products of the complex cascade. من يسوي لي اياها هنا على الفيجر خلينا نرجع على هو C3B. هاي C3B هنا وربع صار اكتيفيشن عن طريق الانتيجين انتي بودي. C3B fragment يعطينا opsonization of bacteria. Strongly activates phagocytosis by both neutrophil and macrophage, causing these cells to engulf the bacteria to which the antigen antibody complex are attached. يعني عندنا اول خط عندنا من خطوط classical pathway او يسموها cascade. صار عندنا antigen antibody reaction اثر على نوع من انواع الكومبلكس. هنا نعطينا example على اول واحد C3 fragment B راح يأثر لي الخط النهائي أو النتيجة النهائية اللي صار عند activation هو الأوبسنايزيشن أند فاجوسايتوسيس. وإحنا دارسين عنها المحاضرات السابقة عرفنا الأوبسنايزيشن شلون تهاجم البكتيريا هي الطهاية شلون تخلصنا من عند الفاجوسايتوس عملية الالتهام بالنسبة للماكروفيج والنيوتروفيل شلون تصير. This process is called opsonization. It often enhances the number of bacteria that can be destroyed by many hundredfold. يعني عندها قابلية نتحط لي مئات الأعداد من البكتيريا. C3B هو المسؤول عن تكوين opsonization and phagocytosis. نيجي عن طريق lysis. One of the most important of all the products of the complement cascade is the lytic complex, which is a combination of multiple complement factors that are designed C5B 6789. This has a direct effect of rupturing the cell membrane of bacteria or other invading organism. هنرجع الرسم شوية. هنا آخر شيء صار عندنا activation C89. نشوف هذا الرسم الأخير C5B 6789. Activation هذا complex system أو هاي العوامل اللي لتكوين last of cell. هاي العملية اللي راح تخلصنا من المايكرو أورجانيزم. فكل نوع من هاي أنواع الكومبلنت ورا ما يسوي اكتيفيشن عن طريق الاكتيفيشن والفراجمنت مالته بالمحصله هذا الجانب الايمن هي هاي الاكتيفيتي اللي انا اريده اللي هي يا اما تكون كيموتاكسيس تكون لايسيس تكون اوبسنايزيشن. نتكلم عن الاجلوتينيشن. The complement products also change the surface of the invading organism causing them to adhere to one another, this promoting agglutination. يعني الاجلوتينيشن اللي اقصد بها انتيجين انتي بودي رياكشن راح ناخذ المحاضرات اخر محاضرتين بالبلوك فيتحد معاه يعادله يسوي لنا فد رياكشن يسموها الاجلوتيشن. هي مثل المسائل اللي اخلص بها من المايكرو اورجانيزم او الانتيجين الانتيبادي. عندنا neutralization of virus the complex enzyme and the other complex products can attack the structure of some virus and thereby render them non-virus. يعني يتحد معاها ويحول لنا اياها الى مواد يعني قليلة السمية أو يعني يخضع السمية مالتها عن طريق النيوتراليزيشن يعادل السمية مالتها، بالتالي راح تكون هي تكون انكتف أخلص من السمية مالتها. الكيموتاكسيس يسوي لنا إياها هو الفراجمنت C5A initiate كيموتاكسيس of neutrophil and macrophage thus causing large numbers of these phagocytes to migrate in the tissue area adjacent to the antigenic agent. الكيموتاكسيس احنا شرحنا عنه محاضرات سابقه قلنا عليه كلش مهم. الاكتيفيشن مالته عن طريق السي 5 اي قلنا اهميه او دور النيتروفيل اند ماكروفاج شلون عم تسيجنال تصير وشلون تتجمع. اصلا عشان توضح المحاضرات السابقه عندنا activation of the mast cell and basophil fragments اللي عندنا C3A, C4A and C5A activate mast cell and basophil causing them to release histamine, heparin and several other substances into the local fluids. These substances in turn cause increased local blood flow, increased leakage of the fluid and plasma protein into the tissue and other local tissue reaction that will inactivate or immobilize the antigenic agent. طبعا عن طريق الاكتيفيشن بالنسبه للكومبلكس اللي قلنا عليه C3A و4 and 5 راح يصير لنا اكتيفيشن للماست سيل للبيسوفيل راح يعطيني افراز الهستامين هيبارين وغيرها من المواد
يساعدنا زيادة البرميلوتي، زيادة البدفلو، شغلها هذا الاكتيفيتي مالتها، هذا راح تقلل او تمنع الامبولايزيشن اوف جينيك ماتيريال، يعني ما تمنع السبريد مالتها، تمنع الانتشار. نتكلم عن الانفلاماتوري افكت. In addition to the inflammatory effect caused by activation of the mast cell and basophil, several other complex products contribute to local inflammation. طبعا عندنا ما بس طريق الاكتيفيشن ماست سيل وبيسوفيل، عندنا العناصر البقيه، المواد الثانيه تدخل بالكيموتاكسيس وغيرها، راح تساعد على عمليه الانفلاماتوري بروسيس وبعدين عمليه الهيلينج. The already increased blood flow، شرحناها محاضرات الكيموتاكسيس، to increase still further، يعني يزيد blood flow المنطقه اللي صار بها inflammation or damage. The capillary leakage of protein be increased. The interstitial fluid protein to coagulate in the tissue space, thus preventing movements of the invading organism through the tissue. يعني عن طريق الانفلاماتوري بروسيس احنا قلنا تحفيز الماست سيل، تحفيز البيسوفيل، اضافه الى اللوكال فاكتور الموجود سايت، يصير عندنا سايت اوف ذا انفلاميشن. تكلمنا عنها، يعني يصير عندنا سوينج بالتشو، يزيد البرميلابيلتي اوف ذا البلاد فازلز، انكريز بلاد فلو، وعندنا يصير عندنا كوغليشن بالانترستيشال سبيس حتى يمنع انتشار السبريد للبكتيريا وغيرها من المواد. فكل هاي تدخل ضمن الاكشن اوف ذا كومبلكس سيستم. نرجع نعيدها على السريع. إذا صار عندنا direct effect، عفوا تحفيز الانتي بودي عن طريق الكومبلكس سيستم، تحفيز الكلاسيك باث واي، ناجة اليسار هي بحالة كلها تكون inactive، يعني حالة عدم ما بيها فعالية. اللحظة اللي صار عندنا انتيجين انتي بودي ريأكشن راح يصير بها activation للكومبلكس سيستم، راح تعطينا المحصلة النهائية. هاي طبعا خلينا نقول جزء من الاكتيفيتي مالتها، يعني عن طريق الاوبزنايزيشن، عن طريق اللايسز، الكيموتاكسيس، كل هاي الرياكشنات راح تخلصنا من الفوري ماتيريال. قلنا ضمن الاكشن مالتها على الكومبلكس سيستم بالنسبه للانتي بودي هي الاوبزنايزيشن عن فاجوسايتوسيس، عندنا اللايسز، عندنا الاجلوتينيشن، عندنا نيوترلايزيشن اوف فيروس، الكيموتاكسيس، اكتيفيشن ذا ماست سيل اند بيسوفيل، وعندنا انفلاماتوري افكت الستارت يصير به انجري اور دامج اور انفلاميشن. تكلمنا عنها انكريز البريميابيلتي اوف بلود فلو، انكريز الليكج البروتين، عندنا حتى السيل يتجمع بكثره المنطقه اللي صار بها دامج. راح نجي نتعرف على في المصطلح كلش مهم، هاي استعدادات مهمه، اللي هو الاميون سيستم بروبلم اوف كلينيكال سيجنفيكانس. يعني يعني عندنا مرات تصير عندنا رياكشن كرد فعل، بس بالمقابل انا ثاني فد انديزايربل سايد افكت، يعني فد رد فعل يعني يكون غير محبب او يعني مزعج بالنسبه للشخص. راح اتعرف على كلمه هايبر سنسيتيفيتي، هي فرط الحساسيه او فرط التحسس، اللي هو الالرجي. از انديزايربل سايد افكت اوف اميونيتي is defined as an inappropriate activation of the body immune system which may result in a very strong inflammation and tissue damage. يعني هو خط دفاعي هو، بس يعطيني بالمقابل يعطيني رد فعل يعني يكون يعني يتعب صاحبه. خلينا نقول اذا صار عندنا اكزيما او اذا تهيج بالنسبه للريسبيرتوري سيستم الازمة او الاكزيما، فيسموه undesirable side effect. هو خط دفاعي بس بنفس الوقت بيأثر علي، يعني يعطيني activation immune system بس يكون متعب بالنسبه للشخص، يعني strong inflammation tissue damage بالنسبه للحاله اللي يمر بها الشخص. هو النوع من انواع الالرجي هو عندنا او الهايبر سنسيتيفي اسمه immediate هايبر سنسيتيفيتي which is caused by B cell immunity. There's reaction between the antibodies and antigen. The symptom appear within a few minutes of exposure to a foreign antigen, for example bronchial asthma and food allergies. يعني دخل عندنا مثلا اكلت عن فود بارتيكلز، اي نوع من انواع الطعام، مرات خاصه السبايسي فود، الشغلات اللي فيها بهارات وحاده وشغلات، اكو اشخاص ما يتحملوها. ايش راح يصير عندنا؟ راح عندنا تحفيز للاميون سيستم، راح تعطينا اميديت هايبر سيتي، يعني باللحظه ورا ما اكلت بثواني دقائق، شوف البودي مالته يصير عندنا فلاشينج، يصير عندي كاف، يعني ريد سبوتس الجلد مالته يتغير، يصير في بقع. فهذا يسموه immediate reaction أو immediate hypersensitivity، إنه أنا جسمي مباشرة أتفاعل مع المادة اللي أكلتها أو اللي استنشقتها. من يسوي لنا يحفز لنا هذا immediate hypersensitivity؟ هو عن طريق ال B cell immunity. ف
هو خط دفاعي عن الجسم يتحسس من عنده اوكي حتى يشتغل الاميون سيستم، بس نفس الوقت انا تاثرت به، يعني صار عندي كاف، صار عندي اس او بي هو شورتس اوف بريك، اذا هاي البودي رياكشن السكن اذا صار عندي سبوس ممكن يصير بيها اتشنج يصير بيها حكه، فهو عندي زاربل سايد افكت. اوكي هو خط دفاعي يحفز الاميون سيستم بس ثاني في التاثير مزعج بالنسبه للشخص. فهذا اول نوع اسمه immediate hypersensitivity. نتكلم عن النوع الثاني هي delayed hypersensitivity mediated by T lymphocyte and symptoms take several hours or days to develop. امثلتها عندنا الاكزيما، الميزلز، كوزماتيك اند دراجز. هنا انا المسؤول عن التاخير بالاستجابه، مسؤول عن T lymphocyte. هنا انا ثاني اخذت دراج معين، اخذت دواء معين، تعرضت مثلا الماده مثلا تاثر على البدي مالتنا، ما راح يظهر تاثيرها مباشره، ممكن ورا ساعات، ممكن ورا ايام يلا يظهر التاثير مالته. مرات الدراجز اخذ من عند اليوم ما بين شيء، ثاني يوم تاخذ ثاني دوز من عنده مثلا بدا عندي رياكشن سايد افكت. هاي على سبيل المثال الاكزيما تحس بكل انواعها، مرات مثلا لابسه ملابس انا في نوع من الملابس كونتاكت وذ سكن، اول يوم بس ما تاثرت فيه، ثاني يوم بس صار عندي ريتيشن بالسكن فيجي نوع من الاكزيما. حتى مرات البنات احنا او حتى الشباب عندنا الشوات الميتال الشوات يعني الاكسسوارات خلينا نقول يعني البسها ثاني يوم عفوا البسها اول يوم اتاثر ثاني يوم تصير عندنا باتشز يصير عندنا تشير سكن مالتنا، فهذه ميتال درماتايتس يسموها تحس نوع المعادن او تحس اللي احنا نسميها الشبه عامية نسميها ما اعرف يعني فضه او غيرها او الاكسسوارات مو ذهب، فالبودي مالتنا اكو انواع بشره تتحسس من عنده وهكذا بقيه الانواع الكوزمتك اذا مواد تجميل او غيرها. اذا شباب استادي هذا مهم الهايبر سنسيتيفيتي تو تايرز مالته كلش مهمه تقروها وتركزون عليها. المحاضره عن بالنسبه لنا خلصت اليوم، اذا عندكم اي سؤال او استفسار عن السادات مال محاضره اليوم. اكو شيء ما واضح ولا اذا عندكم اي سؤال؟ أي سؤال طلاب؟ شيء مو واضح؟ أي استفسار؟ عارف أني موجود؟ دكتور أنا موجود بدال حارث. أوكي يا أهلا بك. تمام. إذا ماكو أي سؤال حتى نغادر الكلاس ترتاحون بينما تاخذون المحاضرة اللي بعدها. هو الظاهر ماكو أي سؤال. ماكو أي سؤال، أوكي معناها راح أنهي المحاضرة، شكرا جزيلا. العفو دكتورة. لا أي شكرا، ممنونة. عندي دكتورة.